حاجز أمني تلو آخر، هكذا أصبحت حال معظم المناطق السورية بعد أن قرر النظام مواجهة التظاهرات بتقطيع أوصال المدن والمناطق منعا لالتحام الثوار. وهكذا أصبحت معظم طرقات سوريا الداخلية منها والخارجية ليوكل لهذه الحواجز مهمة إهانة الناس ومضايقتهم تحت شعارات وعناوين ضبط الأمن وملاحقة المطلوبين كما يدعون. ومع انعدام الذريعة الأمنية لهذه الحواجز فإنها تتحول إلى وسيلة للابتزاز والحصول على المغانم حتى ولو كانت الغنيمة بطيخة. وجود هذه الحواجز بلا مبررات واقعية كما يقول النشطاء عرقلت كثيرا إيقاع حياة الناس، وها هو أحدهم يؤكد أن عمليات التدقيق على البطاقات الشخصية وتفتيش السيارات يتسبب بعرقلة السير وتوقف السيارات على الطرقات ساعات طوال، والصورة هذه تؤكد ذلك. كما يشتكي المواطنون السوريون من عدم وجود أدنى تنسيق بين هذه الحواجز، مما يعرض لمخاطر دائمة تصل لحد إطلاق النار عليهم، والدليل على ذلك تعرض الكثير من الأشخاص للقتل عليها نتيجة أخطاء عناصر الأمن. وكان آخر الضحايا يوسف الطوخي الذي أطلق عليه النار عند أحد الحواجز الأمنية في مدينة دوما بريف دمشق. كما يسجل المواطنون السوريون سوء تعامل رجال الأمن معهم أثناء عمليات التفتيش إلى حين التثبت من بطاقاتهم الشخصية، وأغلبهم يبدي فظاظة متعمدة معهم خلال وقوفهم على الحواجز، فضلا عن الإهانات المباشرة من شتم وسباب جعلت الناس يؤثرون البقاء في بيوتهم كي لا يتعرضوا لها ولا يخرجون إلا إذا كانوا مضطرين لذلك. ولأن شر البلية ما يضحك، فقد تناقل السوريون عشرات القصص عن هذه الحواجز التي تدل عن تدني ثقافة وتعليم العناصر الموكل إليها هذه المهمة. ومن أطرف هذه القصص بحث هؤلاء العناصر عن الفيسبوك في حقائب وجيوب الناس وإبداء دهشتهم من مزايا أجهزة الهواتف النقالة الحديثة والطلب إليهم فتحها والتجسس على ما فيها من صور وفيديوهات حتى ولو كانت عائلية وخاصة، فضلا عن الوقوف طويلا مع هؤلاء دون اكتراث بالوقت. لا يكفي السوريون ما يعانونه على يد هذا النظام من بطش وتعسف، بل يقوم النظام بكل ما من شأنه إزعاج الناس والتضييق عليهم لإشعارهم بأنه موجود بعد أن انحسر نفوذه في الكثير من المناطق السورية.